أنا عايزك أن أخذ شاحنة كبيرة. هل تحب الشاحنة يا عمار؟ أنا مستمتع داخل الشاحنة. وهذه هي السيارة الغريبة والعجيبة، ذاك السائق فوق بالأعلى. هيا مع خالد. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله إلى جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أسلعينا بابا محمد ما كنا نريد ونأخذ جولة في الشاحنة. لا هيا بنا هيا نذهب. بابا هل تحب أن تصعد معي على الشاحنة وتحضر أصدقاء معك؟ تعال. وعمر أيضا. السلام عليكم يا عسولي. السلام عليكم يا عسولي. تصعد على الشاحنة. يا أصدقاء هيا نأخذ جولة في الشاحنة. هيا بنا يا أصدقاء تعالوا. هيا. هل تستطيع أن تصعد هنا؟ لا. انظر يا أصدقاء الشاحنة عملاقة كبيرة جدا. تعال ساعدني. اخترب بابا اخترب. حاول مرة اخترب ايدك. بسم الله. تعالوا يا أصدقاء أخذكم جولة داخل الشاحنة. تعال يا خالد افتح قليلا.
ما رأيك بالشاحنة؟ نعم إنها جميلة، يوجد أشياء كثيرة. نعم يوجد أشياء كثيرة، هيا نستكشفها. إذن ما هذه؟ هذه للقلم ربما، لنضع القلم هنا. أي قلم؟ مثلا هنا أنا أساوي هذه الأوراق، مثلا هذه أوراق الشاحنة، مثلا أكتب الطلبات، بعدين من ثم مثلا أضع هذه القلم هنا، ربما ما لا أعلم هذه، بس هكذا. انظر هذا مقود الشاحنة، إنه ضخم جدا، إنه أكبر من مقود سيارتك. نعم إنه حقا أكبر من مقود سيارتي، مقود سيارتي هكذا صغير وهذا كبير جدا. انظر ماذا يوجد في الداخل، هذه حقيبتي، أضع بها طعامي والماء أيضا، وأيضا هنا انظر ماذا يوجد، يوجد هنا سرير. سرير؟ نعم، هل تريد أن تجربه؟ بعد أنا كبير جدا. نعم. ما رأيك في هذا السرير جميل؟ نعم. ويوجد سرير آخر هنا. لماذا؟ إذا كنا نسافر اثنين شخصين، أنا هنا مثلا أقود وشخص آخر معي، أنا أنام تحت وشخص آخر ينام فوق، سريرين. يوجد هنا لدينا أضوية، إذا أريد أنا أقرأ بشيء مثلا أقرأ القرآن مثلا، فهم؟ فأشغل الضوء هذا. حسنا، وأيضا ماذا يوجد لدينا هنا؟ انظر تحتك. ما يوجد؟ يوجد لدي براد. براد أضعها كي تكون باردة. المس، انزل لتحت، ضع يدك في الداخل. بارد؟ نعم. عسلي تعي، ضع يدك في الداخل. هل هي باردة؟ نعم أنا أحب البارد. أنت تحب البارد؟ نعم نعم. يوجد مكان زبالة هنا، يوجد مكان زبالة. نعم، يمكنك أن تستخدمه للزبالة، ولكن أنا أستخدمه كصندوق، هذا يعني ليس لا نضع فيه الزبالة، نضع فيه أشياء أنا. وأيضا ماذا تظن أنه يوجد داخل شاحنتي يا خالد؟ درج. نعم درج، الذي صناديق كثيرة هنا رفوف. هذا الصندوق ما دخله؟ أضع فيه أشيائي. ورقة. نعم، وهذا تعلم ماذا يوجد هنا؟ انظر، ترى مايكروويف. نعم، ماذا نستخدم المايكروويف؟ الطعام. نعم، لتسخين الطعام. ولكن المايكروويف يدفئ لا يسخن. نعم يدفئ الطعام هكذا ونأكله. نعم، ويوجد صندوق آخر هنا. هل تحب أن تصعد إلى السرير الأعلى؟ لا شكرا. ما رأيك يا عسولي، تصعد إلى السرير الأعلى؟ لا. عمر هل تريد أن تصعد إلى السرير الأعلى؟ نعم حسنا. نعم. انظر هذا يوجد الشبك، هذا السرير مشان إذا أحد نام هنا كي لا يقع. تعال يا عمر. أي شبك؟ هنا انظر. أنا لا أرى. أسعد. أي شبك هذا؟ عمر السلام عليكم. نعم. هل تحب الشاحنة يا عمر؟ انظر يا خالد، هل تستطيع أن تقف داخل السيارة؟ داخل السيارة؟ نعم، عندما تجلس في سيارتي هل تستطيع أن تقف؟ أقف؟ نعم. لا لا تستطيع، صحيح؟ لماذا؟ لأن رأسك سيضرب بسقف السيارة، صحيح؟ لكن انظر هنا، إنها كبيرة جدا، أنا واقف هنا. هل تعلم أن أنا هنا أيضا أستطيع الصلاة؟ أمد سداجة الصلاة، أضع سداجة الصلاة هنا وأصلي. نعم عمر، إنه مستمتع داخل الشاحنة، هل هي جميلة؟ انظر هنا ما توجد أيضا. تعال عمر. هيا أمسك يا خالد، ضع هذه واجلس هنا مكاني للنار. انتظر انتظر انتظر. ماذا؟ انتظر، البس هذه. يلا اعطني يدك هنا. ولماذا لا تشغل الشاحنة؟ لا لا خطير، ما تشغلها. لماذا؟ لقود السيارة. لماذا يا بابا؟ لماذا يا بابا؟ أريني أريني. ما شاء الله. انظروا يا أصدقائي، أنا أخذ شاحنة كبيرة. ما شاء الله يا خالد، ما شاء الله، ما حقا كبيرة، انظروا. عسولي هل أحببت الشاحنة؟ ما شاء الله. عمر أكثر شيء سعيد؟
يا حمام. هل حضرت الشاحنة يا عمو؟ ماذا تفعل؟ تأخذون الشاحنة؟ لا نلعب. يا خالد الآن أنا يجب علي أن أذهب إلى العمل حسناً. ما رأيك أنا أذهب إلى العمل وأنت تذهب إلى السوق تشتري أشياء وتذهب إلى المنزل؟ ولكن أنا أشتري لك يا قلبي. أنا لن أتأخر إن شاء الله. حسناً بقي حمل لدي، سأذهب إلى الباخرة يا أصدقاء. سأذهب إلى الباخرة. ما هي الباخرة؟ هي سفينة كبيرة جداً عملاقة. لماذا؟ سأحصل على كونتينر، على حاوية كبيرة، أضعها هنا في الشاحنة وأوصلها. حسناً وثم أعود إلى المنزل. حسناً أنت اذهب إلى السوق. حسناً تمام. إلى اللقاء. نلقى. يلا اذهب إلى السوق. حسناً حسناً. سلام طريق هنا يا أصدقاء. حسناً أنت اذهب مع خالد، وأيضاً أنا سأصور داخل الشاحنة أصل إلى الباخرة. حسناً يا سولي. حسناً يا عمر اتفقنا. الباخرة ما اسمها؟ الباخرة. نعم هي الباخرة، اسمها هي سفينة، سفينة عملاقة كبيرة جداً اسمها باخرة أو بارجة. بارجة؟ نعم تسمى بارجة. البارجة هي عبارة عن سفينة عملاقة كبيرة. وحتى الباخرة نفسها. نعم الباخرة نفسها أيضا. نعم عمر سعيد جدا. حسنا يا خالد سألبس لباسي الآن. ثانية يلا تعالوا تعي يا عسولي. ما تعالوا يلا هيا تذهب إلى السوق. لماذا الشاحنة أكبر منك؟ لأنها كبيرة عملاقة جدا. تعال يا خالد أعطيك قبلة أيضا. اختي سيا. تعال يا عمر. بابا هل لديك مظلة داخل الشاحنة؟ لا ليس لدي مظلة داخل الشاحنة. بابا الآن ذهب العمل ونحن أتينا الحديقة. هيا نلعب عشان. عسل. أنا أعلى أعلى أسفل أعلى أسفل أعلى أسفل أعلى أسفل أعلى أسفل أعلى أسفل. هذه أول تجربة أروح أحمل من الميناء كونتينر وأجي أسوي دليفري. والحمد لله وصلنا هنا على الميناء. الميناء كثير 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 حلو، ولكن الغريب بهذا الميناء فيه سيارات عجيبة. على كل حال يا أصدقائي أنا أسوي شاحنة مثل هذه اللي أمامي. هذه الأمامي هذه معها تريلا اسمها سكيليتو باللغة الإنجليزية. سكيليتو يعني هيكل عظمي. وهذا الهيكل العظمي اللي بنحط عليه حاولت البضاعة بسموه كونتينر. هلا بدي ادخل من البوابة، وهذه البوابة اللي ندخل فيها كلمة السر والرفرنس يلي موجود. نروح على البي 07. ابي اضغط هنا مشان نفتح البوابة. هذه المعلومات صحيحة؟ نعم. المكان الذي راح تصف فيه هو البي 07. بي 07. بس ليك هذا السائق وين هو؟ فوق. وهذه هي السيارة الغريبة والعجيبة. ليك السائق فوق بالأعلى بيشيل الكونتينر بعدين بيضعه فوق الشاحنة. وهلأ الحمد لله حملنا وراح نطلع لبرا نكتب كلمة السر وننطلق للتوصيل. مرحبا مرحبا مرحبا.
أصدقاء، إذا أردتم مشاهدة المزيد من الفيديوهات يجب عليكم أن تبحثوا عن اسمي خالد الزير، خاء ألف لام دال، فراغ ألف لام زيارة، خالد الزير. مع السلامة يا أصدقاء، نراكم في فيديوهات أخرى.